cyclist is riding at a speed 14 كيلومتر بير اور into a 16 كيلومتر بير اور headwind. What is the wind velocity relative to the cyclist؟ عايزين سرعة الويند بالنسبة للسايكلست. يعني هقول v wind بالنسبة relative to cyclist، يعني v wind minus v cyclist. لو اعتبرنا الاتجاه ده موجب يبقى الويند 16 minus v cyclist هيبقى العكس، يعني minus 14، هيساوي 30 كيلومتر بير اور في اتجاه دلوقتي ده ناقص ده طلعت موجب، يبقى in direction of wind. عايز العكس كمان، what is the cyclist velocity with respect to the wind؟ نفس الكلام بس بالعكس، v cyclist بالنسبة للwind هيساوي v cyclist ناقص v wind. احنا معتبرين ده موجب، يبقى السايكلست سالب ماينس 14 ماينس الويند، احنا معتبرين ده موجب، الويند موجب، الإشارة دي بتاعة القانون، يبقى ماينس 30 كيلومتر بير اور، أو أقول 30 كيلومتر بير اور in direction of، احنا كان سالب يعني كان مع السايكلست، يبقى 30 كيلومتر بير اور اتجاه السايكلست. طبعا ممكن واحد كان فرض العكس، كان العجلة ماشية بالاتجاه ده فكان ده هيطلع ماينس 30 يطلع 30، بس طبعا الإجابة نفسها في نفس الاتجاهات اللي احنا كاتبينها.